نداء لكل العالم، نداء إلى العالم، نداء لكل العالم. الفلسطينيين مستنيين دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح. أرجوكم 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 ضموا صوتكم لصوتنا، وقفوا العقاب الجماعي لأهلنا في غزة. إحنا عشرات المتطوعين، إحنا أطباء متطوعين، إحنا سواقين شاحنات اللي عليها المساعدات، جينا من محافظات مصرية مختلفة، موجودين جوه العربيات مش بنتحرك، جاهزين لسرعة إدخال المساعدات، وجاهزين لاستقبال كل حالات الطوارئ من الجانب الفلسطيني لإنقاذ حياة آلاف من الأبرياء اللي بيتعرضوا لعقاب جماعي. وقفوا العقاب الجماعي لأهلنا في غزة. وقفوا العقاب الجماعي لأهل غزة. أرجوكم وقفوا العقاب الجماعي لأهل غزة. وقفوا العقاب الجماعي لأهل غزة. وقفوا العقاب الجماعي بحق إخواتنا الفلسطينيين. وقفوا العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.